میں اب گزارش کروں گا ایران اسلام جمہوریہ ایران سے تشریف لائے ہوئے ہمارے گروہ تواشی کے افراد ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ گروہ آل یاسین کے جو قرہ ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور مل کے مختصراً تلاوت کلام پاک اور اس کے بعد بہترین انداز میں اسماء حسنہ کی تلاوت فرمائیں. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا
سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رمضان تجلى وابتسم طبال العبد إذا اغتنما، رمضان تجلى وابتسم طبال العبد إذا اغتنما، أرضى مولاه بما التزم طبال النفس بتقوى. رمضان زمان البركات، رمضان زمان الحسنات، رمضان زمان البركات، رمضان مجال الصلوات يسمو بالنفس لمولاه. رمضان تجلى وابتسم طبال العبد إذا اغتنما، رمضان تجلى وابتسم طبال العبد إذا اغتنما، أرضى مولاه بما التزم بتقواها. رمضان طهور الأرواح، الله زمان الأفراح، رمضان طهور الأرواح، رمضان زمان الأفراح، رمضان منار الإصلاح في دنيا الناس وأخراها. رمضان تجلى وابتسم طبال العبد إذا اغتنما، رمضان تجلى وابتسم طبال العبد إذا اغتنما، أرضى مولاه بما التزم طبال النفس بتقوى. یہ تھے گروہ تواشی اسلامی جمہوریہ ایران سے تشریف لائے ہوئے. اب میں آغا سید علی موسوی کو برادر عزیز